بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية في هذه الفقرة إن شاء الله سنستأنف مع عبارات جديدة. أول هذه العبارات هي merci pour votre gentillesse monsieur. merci pour votre gentillesse monsieur. شكرا لظرافتكم سيدي أو شكرا للطافتكم سيدي. ذاك التعامل الجميل اللي تيجي من شخص إذا نسميه la gentillesse. نقول عن شخص بأنه جونتي يعني أنه ظريف أو لطيف. إذن merci pour votre gentillesse monsieur. شكرا لظرافتكم سيدي أو للطافتكم سيدي. نقول أيضا très bien. restez en ligne monsieur. très bien. restez en ligne monsieur. جيد جدا. ابقى على الخط سيدي. أو نقول مثلا restez en ligne madame. restez en ligne madame. ابقي على الخط سيدتي. ممكن أن سيدة تأتي تطلب شخصا إذن فتنقل الرسالة فتقول ماذا؟ اندام فو دوموند مسيو. اندام فو دوموند مسيو. امرأة تطلبكم سيدي. اندام فو دوموند مسيو. طبعا في حالة نتكلم هنا على لوفير دوموندي يعني طلبة ومن كلمة لا دوموند يعني الطلب. إذن اندام فو دوموند مسيو. أيضا نقول لا بريس فو زاتون مسيو. الصحافة تنتظركم سيدي. طبعا الحالة نتكلمون أيضا على لوفير أتوندر يعني انتظر. لا بريس فوز أتون مسيو. أو نقول مثلا إكسكوزي مو مسيو جو روفيان. اسمحوا لي سيدي سأعود. المقصود بأنني سأذهب وأعود. إكسكوزي مو مسيو جو روفيان. تنتكلمون على لوفير روفونير يعني رجع يعني أنني سأرجع. إكسكوزي مو مسيو جو روفيان. أيضا نقول Mais votre attitude me consterne, monsieur. Mais votre attitude me consterne, monsieur. يعني ولكن وضعيتك أو هيئتك أو تصرفك me consterne لأنه أزعجني بشكل مفاجئ. طبعا الحل لوفير consterne المقصود به أنك تزعج شخصا بشكل مفاجئ. حالة نقول بأنك تتخلع. Mais votre attitude طبعا الحال الاتيتود المقصود بها هو الموقف ديال الشخص في واحد الامر او التصرف ديالو ايضا يسمى اتيتود او الهيئه ديالو الشكل ديالو. ممكن ان واحد الشخص حتى يوقف عليك بشكل مفاجئ بواحد الهيئه تصدمك بمعنى اخر. اذا هنا نتكلم على لوفا كونستيرني مي فوتر اتيتود مو كونستيرن مسيو. مثلا نقول سون ديبار ما كونسترني يعني أن ذهابه المفاجئ ما كونسترني يعني أنه أزعجني. لو ديبار يعني الذهاب أو الانطلاقة. لو ديبار هو الذهاب أو الانطلاقة. تيجي من فعل بارتير. بارتير يعني انطلاقة أو ذهاب. إذا سون ديبار ما كونسترني يعني أن انطلاقته أو ذهابه ما كونسترني يعني أنه أحزنني بشكل مفاجئ. إذن لو فيرب كونسترني المقصود به أتريستي. طبعا حتى نتكلمو على لا تريستيس. لا تريستيس يعني الحزن. لو فيرب أتريستي المقصود به أحزن. إذن لو فيرب كونسترني المقصود به أتريستي أون إيطونو يعني أنك تحزن بشكل مفاجئ. أو نقول مثلا سون انكومبيتونس. سون انكومبيتونس نو كونسترن عدم أهليته. لا كومبيتونس مقصود بها هي الأهلية والقدرة. لان كومبيتونس مقصود بها عدم الأهلية وعدم القدرة. إذن سون كومبيتونس نو كونسترن يعني أن عدم أهليته أو عدم تمكنه أو عدم قدرته نو كونسترن يعني أنها أزعجتنا بشكل مفاجئ. أزعجتنا بشكل مفاجئ. في جملة أخرى Laissez-moi être franc, monsieur Ali. Laissez-moi être franc, monsieur Ali. اتركني أكون صريحا السيد علي. طبعا الحال فرون مقصود بها صريح. في المؤنث نقول فرونش. فرونش يعني صريحة. إذا laissez-moi être franc, monsieur Ali. في عبارة أخرى نقول ce monsieur dit m'avoir payé assez fort. Ce monsieur dit m'avoir payé assez fort. هذا السيد يقول بأنه أدى لي أنه سدد لي وهو خطأ.
المقصود هاد السيد تيقول بانه خلصني، هو ما خلصنيش، هذا هو المقصود. سو المسيو دي ما بغا بيي اسي فو، طبعت حال بيي هي ادا سداده الى اخره. سو المسيو دي ما بغا بيي اسي فو. ايضا في حاله من الحالات تجد شخصا غاضبا تقول له ماذا؟ نو كومبرونو فوتر كولير مسيو، نحن نفهم او نتفاهم غضبكم سيدي. نو كومبرونو فوتر كولير مسيو، نحن نتفاهم غضبكم سيدي. نقول ايضا جو فودري جوست فوتر سيناتور مسيو، جو فودري جوست فوتر سيناتور مسيو، اريد فقط بالضبط فوتر سيناتور يعني توقيعكم مسيو سيدي. جو فودري جوست فوتر سيناتور مسيو. او نقول مثلا مسيو فو دوفي اتاشي سو شيان، سيدي يجب ان تربط هذا الكلب. مسيو فو دوفي اتاشي سو شيان. او نقول مثلا مدام مسيو فويي كيتي ايميدياتمون لا سال، يعني من فضلكم اتركوا اللحظة القاعة. مدام مسيو فويي كيتي ايميدياتمون لا سال، سيداتي ساداتي فويي، هذا لو فيرب فولوار كاين في الامبيراتيف يعني كاين في الامر، بحال تقول لهم عليكم ان تريدوا، طبعا بحال لو فيرب فولوار هي ارادة، اذا هناك انك تامرهم بالارادة، بما معناه تقبلوا، بما معناه تقبلوا. كيتي يعني ترك، ايميدياتمون يعني فورا يعني اللحظه، لا سال يعني القاعه. ميدام سي في كيتي ايميدياتمون لا سال، سيداتي ساداتي تقبلوا ترك القاعه فورا، او بما معناه سيداتي ساداتي اتركوا القاعه فورا من فضلكم، سيداتي ساداتي اتركوا القاعه فورا من فضلكم. ميدام سي في كيتي ايميدياتمون لا سال، veuillez quitter immédiatement la salle. Veuillez quitter immédiatement la salle. في عبارة أخرى نقول مثلا Mesdames, parlez-moi un peu de vous. Parlez-moi un peu de vous. Parlez-moi un peu de vous. يعني تكلموا لي شيئا عن ذاتكم، عنكم، عنكم يعني عن ذاتكم. Parlez-moi un peu de vous. Parlez-moi un peu يعني تكلموا لي قليلا، de vous عنكم، المقصود عن ذاتكم، يعني قولوا لي شيئا عن من تكن. ممكن أن نفس العبارة توجه لشخص أو لمجموعة أشخاص ذكور مثلا، إذا نقول مثلا ميسيو بارلي مو أن بو دو فو، سادتي تكلموا لي عنكم. أو نقول مثلا ميسيو شخص واحد بارلي مو أن بو دو فو، تكلموا لي عنكم. أو نقول مثلا ميدام ميسيو فوتر نوفو شوفور، فوتر نوفو شوفور يعني سائقكم الجديد، هو سائقكم الجديد الذي سيسوق بكم مثلا الحافلة. ميدام سيو فوتر نوفو شوفور. نقول مثلا ميدام بروني ان ساك بوبيل، ميدام بروني ان ساك بوبيل، بروني ان ساك بوبيل يعني سيداتي خذنا كيسا للمهملات، طبعا حال الساك الذي توضع فيه القمامة، تكلم هنا عن كيس مخصص للقمامة، إذا ميدام بروني ان ساك بوبيل. او نقول مادموزيل لو ديريكتور فو دوموند، الانسه المدير يطلبك. في عباره اخرى نقول مثلا فو بورتي دي لينيت مادموزيل، فو بورتي دي لينيت مادموزيل، اتحملين النظارات يا انسه، هل تحملين النظارات يا انسه، يعني هل تستعملين النظارات. فو بورتي دي لينيت مادموزيل، فو بورتي دي لينيت مادموزيل. نقول في عباره اخرى مادموزيل امسيو accordez-moi votre attention، يعني انساتي سادتي accordez، هذا لو فيرب accordez، accordez-moi votre attention، هذا لو فيرب accordez، هذا ولت تجي منه صيغه داكور يعني متفق، اذا تقول لشخص داكور يعني انك متفق. اذا هنا accordez-moi يعني وفقوا لي، كما نقول وفقوا لي او وفقوا معي votre attention يعني انتباهكم، يعني المقصود أعيروني انتباهكم، يعني سمعوا لي، هذا هو المقصود هنا، يعني انتبهوا معايا. accordez-moi votre attention يعني وفقوا لي انتباهكم، الانتباه ديالكم ربطوه بيا، هذا هو المقصود. accordez-moi votre attention. طبعا حنا نتكلم هنا على الفيرب accorder، وأحيانا نتكلم على الفيرب s'accorder يعني انسجام، يعني طبعا الحال الانسجام هو نوع من التوافق. إذا مدموزيل اي مسيو accordez-moi votre attention،
يعني آنساتي ساداتي أعيروني انتباهكم إن مفت با بيرد مونطون، يعني ولا تجعلوني أفقد وقتي إن مفت با بيرد مونطون، يعني ولا تضيعوا لي الوقت. مادموزيل مسيو أكوردي موا فوطخ أتونسيون إن مفت با بيرد مونطون. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.